بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شعب عرفه التاريخ ممن سكن أرض فلسطين هم الكنعانيون العرب، والكنعانيون شعب سامي عربي من العرب البائدة، وتعتبر فلسطين قلب الوطن العربي، فهي الجسر الذي يصل جناحي الإفريقي والآسيوي. تبلغ مساحة فلسطين 27,000 كيلومتر مربع، ويبلغ طولها من الشمال إلى الجنوب 430 كيلومتر، ويحد فلسطين من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق الأردن، ومن الشمال لبنان وسوريا، ومن الجنوب سيناء مصر. أما التضاريس فهناك 4 مناطق مميزة: أولا منطقة السهول، وبعدها المنطقة الجبلية، وبعدها منطقة النقب، وبعدها منطقة وادي غور الأردن. فمنطقة السهول مثل السهول الساحلية سهل عكا، والسهول الداخلية سهل مرج بن عامر. أما المنطقة الجبلية ف تنقسم إلى 3 أقسام: جبال الجليل، وفيها الجليل الأعلى والجليل الأسفل، وجبال نابلس مع جبل الكرمل، وجبال الخليل والقدس. أما منطقة النقب ففيها مدينة بئر السبع، وهي المدينة الوحيدة في هذه المنطقة، ومنطقة وادي غور الأردن هي المنطقة الرابعة التي يخترقها نهر الأردن مع بحيراته الحولة وطبرية والبحر الميت. عدد القرى التي اندثرت ومحيت في العهد البريطاني من بين عام 1918 إلى 1948 كانت 61 قرية. من قضاء صفد 5 قرى، ومنها خان الدوير والمنشية، ومن قضاء طبرية 5 قرى منها المنارة وناصر الدين، وقضاء بيسان كانت 4 قرى منها تل الفري وجسر الجامع، ومن قضاء الناصرة 9 قرى منها الفولي وتل العدس، ومن قضاء عكا 6 قرى منها حانوتا وسمح. أما من قضاء حيفا فكانت 27 قرية، ومنها الشوني والبرج وكمبازي. وأما من قضاء يافا فكانت 5 قرى ومنها المسعودية. كان في فلسطين في أواخر العهد العثماني 19 مدينة و741 قرية و11 عشيرة، وتوزيعها كالتالي: كان عندنا لواء عكا ولواء نابلس ولواء القدس. ففي لواء عكا عندنا قضاء عكا 52 قرية ومدينة عكا، وفي قضاء حيفا 49 قرية ومدينة حيفا، وفي قضاء الناصرة 25 قرية ومدينة الناصرة، وقضاء طبرية 25 قرية ومدينة طبرية، وفي قضاء صفد 49 قرية ومدينة صفد. أما لواء نابلس فكان لنا قضاء نابلس 101 قرية ومدينة نابلس، وقضاء جنين كان فيها 70 قرية ومدينتين اللي هن جنين وبيسان، وقضاء طول كرم كان لنا 43 قرية ومدينة واحدة اللي هي طول كرم. أما لواء القدس فعندنا قضاء القدس في 142 قرية و3 مدن اللي هن بيت المقدس وبيت لحم ورام الله، وقضاء يافا في عندنا 96 قرية و3 مدن اللي هم يافا والرملة واللد، وفي قضاء غزة عندنا 57 قرية ومدينتين
غزة والمجدل، وفي قضاء الخليل عندنا 32 قرية وأربع عشائر ومدينة واحدة اللي هي مدينة الخليل. أما في بئر السبع فكان عندنا قريتين وسبع عشائر ومدينة واحدة اللي هي مدينة بئر السبع. فلسطيني وكل شواهد التاريخ تعرفني فلسطيني، وتعلم أنني المأساة في لحمي وفي طيني، وأن الحب والبارود والأشعار تعبق من شراييني. وكل شواهد التاريخ تعرفني وتعرف أنني باق فلسطيني. من شعر هشام عودي.